انا حسيت بهم كاملين كانوا مدورين، فهمتي؟ باش يديروا لي داك القالب الفخ زعما في الصباح فيق بالبوسان، المهم زعما نهار سعيد علاش بوسوني حيت قمت تختن. كنت نشوف الدراري الصغار تيتختنوا تنضحك عليهم، كنت داخل في ذاك المود ديال انا راه اصلا راه مختن. واحد النهار قالت لي الوالده راه غنختنوك، انا عندي 6 سنين كيفاش يلاه تختنوني زعما؟ جا اللي غيختني والله يقرع من هنا عندي الزغب لودني. واخا تكون باغي تختن تشوف ذاك السيد ما تقول لا حيد السروال باش غنمشي نشوف اللي غيختني تلقاه مقص كبير تدير به بحالك. تخلعت هربت، الناس جالسين في الصاله تيتسناوني نخرج عندهم زعما مختن فرحوا بيا زعما انا نخرج قدامهم وتنجري عريان ما فهموا والو. واحد المسافه شدوني وشدوا مني يدي ومجليهم راسي تنحس بالسيد ختنوني وزعما مور سيمانه الوالده قالت لهم السبت ندير لكم الكزه زعما بيناتنا صحاباتنا وكذا ونهضروا. الوالده تصايب الحلوى وانا نمشي ونبول فوق ذاك الحلوى، والوالده مسكين ما عرفتها تلعب اختاتها في الفران طابت عطاتها الناس وتقول لها الحلوى بنينه وداو معاهم. انا زعما تقول لي الوالده كل حلوى ونعزيز عليا الحلوى ديال التمر تقول لي لا لا شبعان انا ما غناكلش ذاك الحلوى داو الناس منها تقول لها الحلوى بنينه.